بالحلقة اللي راحت انتقلنا لنادي يوفنتوس الإيطالي، تلعبنا أول مباراة إن ضد أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا. هذه مجموعتنا بالأبطال، كلوب بروج، أستون فيلا، يوفنتوس، وسليفيا براخا. لازم نتصدر المجموعة باعتبارها مجموعة سهلة. بس قبل ما نبتدي، السلام عليكم، هلا والله الشباب، اللايك والاشتراك. إذا أنت جديد يا صديقي انزل واشترك بالقناة، وشكرا على اللايكات بالحلقة اللي فاتت. يلا خلينا نبلش. تقولون يا مصطفى غير رقمك لأن بوجبا نفس الرقم. والله ما أدري أي رقم راح أختار، يعني ما موجود بالفريق. شباب والله خلي غير رقمه بوجبا، يعني ما أنا غير رقمي يا حبيبي. مباراة الدوري السهلة أكيد راح نسوي لها على السريع لعب الملخص. دوري الأبطال راح نلعب السهلة بعد ملخص، والقوية راح نلعبها. لكن مباراة الأنتر من المباريات المهمة عندنا بالدوري الإيطالي. شكل مركزنا بالدوري بالصدرين 3 انتصارات. يلا يلا إن شاء الله نفوز بعد على هذا الفريق. إن شاء الله اليوم نزداد طاقتنا، يعني 86 بإذن الله اليوم نرفعها بشكل قوي. وإلى المباراة. أوف، 1-0 لهم دقيقة 16 يا حبيبي. حلوة، يلا عمري. الله 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 الله، يا سلام. تحس اللاعب هالاند على مبابي على ميسي على رونالدو، اللاعب اسطوري ما شاء الله. لعبها الي الي اوب اوب، لا لا ضاعت. شباب 2-1 ببلش الثاني، لكن 2-1 النتيجه. للاسف خسرنا المباراه والله 2-1 يا شباب. شباب تقولوا لي سوي تدريب قبل لا تدخل مبارياتك مع المنتخب. والله سوي، ترى انا خلف الكاميرا واجد اسوي التدريب يا شباب، لكن المشكله هي بطيئه زياده جدا. يعني جاي اسوي هذه المحاكاه، يعني وصلنا ليفل 33، تم تحرير الميزه ركض بدون تعب. هذه الميزه انتظرها من زمان. عندنا 4 نقاط تقريبا، بس احنا اللي علينا الميزه هذه. نشيل الهجمه المرتده هذه وتيجي على هذه، ركض بدون تعب بتخلها يا حبيبي. هذه 3 ميزات، تسديدة البعيدة، وعندنا الجلادة وهي تسديدة داخل منطقة الجزاء، انها خرافي. وعدنا ركض بدون تعب، هذه اهم ميزات تقريبا موجودة. شو رايكم نرفع التصويب البعيد الى 88؟ ممتاز. وركلة الجزاء عندنا 91 يا شباب، فالشيء هذا اسطوري. لا تنسون عندنا قوة تسديد 99. ودي ارفع بعد التحكم بالكرة، رسميا تحكم بالكرة عندنا 100. وطاقة اللاعب حاليا 87. ما ندري ايش قد اخر ليفل بهذا الجزء، راح نشوف وراح نستكشف. قريب جدا راح نوصل لليفل الماكس ان شاء الله. يلا مباراة التورينو بالدوري كالعادة، مشتغلين على الاستثمارات ومستمرين بالاستثمارات. احنا بعضها جاي نخسر بها، بعضها جاي نربح، جاي ندخل بكل الاستثمارات الخطرة والمنخفضة الخطورة والمتوسطة. شو شباب، هاي كلها الاستثمارات انا داخل بيها. يلا يا رب نفوز على تورينو، ما اريد نخسر خسارة ثانية. من اول كرة يا ولد، من اول كرة يا سلام. هدف اول، 1-0، جيد. حلوة حلوة، العب ذاك يا سلام. يلا يلا، هدف ثاني يا عمري، هدف ثاني. الله عليك يا ولد، كيزا ضيعها. حلوه، ضيعها والله. اوكي انتهت المباراه. شنو الغش يا شباب، 3-2 خسرنا. شلون سجلوا 3 يا حبيبي وما جتنا اي فرصه بالشوط الثاني؟ فريقنا يرجع للمركز السادس، هزيمتين على التوالي. جت الاستثمارات، جت الفلوس يا ولد. هذا ربحت ب 800,000 دولار، يعني ربح مو 800,000 يا شباب، الربح 80,000 تقريبا. مباراه اخرى وهالمره ضد فيرونا، بعد خساره. والله غريبه اذا نخسر الصراحه، يعني خلاص. يلا حلوه مصطفى يا عمري، هذه أول فرصة إلي مباشرة. جول، 1-0، أتقدم يا رب ما نستقبل أهداف. من قبل لا ننتقل لهم قلت لكم شباب الدفاع ضعيف، شفناه بالإحصائيات قبل لا ننتقل، دفاعهم كان ضعيف فعلا، جاي يلقمون أهداف. 1-1، بلعنا جول. لا لا يا مصطفى، 4-1 شباب، والله ظلم، ماكو شي نتائج. يضرب مهنة لاعب، ما ينفع الاسكبات بهاي الطريقة، لازم العب المباريات. ومشكلة اذا لعبت المباريات لازم اصور واجد يا شباب حتى اختصر لكم. خلينا ننتقد المدرب شوية. خلاص شباب راح العب كل المباريات وراح نقلل وقت المباراة، خلينا نخليه 3 دقائق، اي نقدر 3 دقائق، خليها على 3 دقائق بس. سليفيا براخا، لازم نفوز بدوري ابطال اوروبا، اول مباراة خسرنا بيها او تعادلنا، لازم نفوز وخلاص. كل المباريات راح اظل العبها بمهنة لاعب يا شباب، لان شفتوا النتائج راح اتصور واجد لازم. اليوفي جاي يعاني دفاعيا صراحة. الله خطير يا مصطفى، حلوة يا عمري على الجول، يا عمري على الهدف. الدفاع لازم يتضبط، الدفاع لازم يكون قوي. جاي يسجل اللي عليه، جاي يسوي هدف بدوري ابطال اوروبا، شيء ممتاز. تمريرات رهيبة الصراحة، شوف 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 التمريرة قبل الاخير، اوف اوف اوف، هذا كيزا رهيب، اسطوري كيزا. لا تنسون شباب عندي 8 هاتريك وواحد سوبر هاتريك، انا موجود عندي الاحصائية واللي يكتبها بالتعليقات طبعا اكيد راح اثبت تعليقه، بس دائما كتبوا الاحصائيات الصحيحة. يا عمري اسست اسست اسست، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جول. نستمر ان شاء الله بالتسجيل يا رب، ولو الفريق اللي ضدنا يعتبر متواضع يا شباب، بس لازم نسجل. يلا يلا يلا، 3 نقاط 3 نقاط، هات اول 3 نقاط ان بدوري ابطال اوروبا. مباراه انتر ميلان 14 نقطه، احنا 9 نقاط حاليا، احنا بالمركز الثامن متاخرين، وانتر ميلان بعد متاخرين يا شباب، بس الدوري بعد بدايته ما علينا. اكيد تحبون تعرفون منه بالصداره، بالصداره حاليا فيرونا اللي فازوا علينا، اوف. لازيو والله يا شباب الدوري الايطالي ملخص.
ملخبط. رغم هذه كل الهزائم يا شباب، 6 مباريات انا مسجل 10 اهداف بالدوري الايطالي، يعني ادائي خرافي. كل المباريات بجانب، واكيد مباراه انتر ميلان بجانب ثاني، عندهم فيرنر وديفيد بالهجوم، 3 قلوب دفاع، والله ممكن اخترق هذا الدفاع. نروح الى المباراه ونقول ان شاء الله اتالق بالدوري الايطالي هذه المره. خلي نرجع للانتصارات بعد 3 هزائم على التوالي. حلوة، لا 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 والله اسست حلو. الكل يتوقع من ان يزول. اسست، لا 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 يا كيزا لا شباب، انطيت هي والله بالجول يا ولد. الشوط الاول 0-0، ضيعنا اهم فرصه صراحه، كيزا هو اللي ضيعها، انطيت هي بالجول يا شباب بالجول، بس يضربها، راح ضربها بالحارس. خلصت يا حبيبي، خلصت بالتعادل. جاي نعاني بالدوري الإيطالي معاناة، هل هو التفاهم بين اللاعبين؟ ممكن يكون سبب. عندنا مباريات مع المنتخب البرازيلي، لازم ألعب المباريات حتى أكون أساسي. لكن يا شباب خلف الكاميرا راح أختصر لكم الأمور لأنها مباريات ودية، بس المباريات الرسمية مع المنتخب أخليكم تشوفوها. عندنا البرازيل وعندنا أمريكا، خلف الكاميرا نلعبهم على السريع وأحاول أسجل بيهم. فزنا على البرازيل 5-1 وعلى أمريكا 4-2. هسه أودينيزي بعدها كلوب بروج دوري أبطال أوروبا، مباراة على ملعبنا، لازم نسجل. يا رب يا رب يا رب أساعد فريقي بالفوز. يلا يا سلام، يلا الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذا اسيست، هدف اول 1-0 يا حبيبي. يا سلام على الاسيست، اسيست عالمي والله. يا انا اريدهم بس لاعب يفهمني، بس فهموني يا شباب راح نقدر نسجل. شوف شوف التمريره يا حبيبي، وحطها بالجول يا ولد، حطها بالجول. صديقي حط لايك اذا لحد الان ما حطيت لايك، حط لايك، خلي نوصل 10000 لايك باسرع وقت، حتى ان شاء الله نستمر بهذا التنزيل. وممكن ممكن اكو اشاعات تقول راح يصير مقطعين باليوم خلال هذه الفتره، ممكن هذه اشاعات قويه. حلو حارس، حارس واحدة يا شباب والله واحدة، شنو هذا الدفاع؟ يلا يلا، لا لا يا مصطفى لا، كرة هدف حلوة حلوة، لا لا يا صديقي لا 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 لا, لا والله جول هذه. يا ولد يا ولد يا ولد يا مصطفى، يا خرافي يا اسطوري يا مجنون، كره بالجول يا عالمي. شو 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 يا شباب، استلمت الكره مباشره تصويبه، يا الله لا 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 لا، مو طبيعي مو طبيعي. اوف اوف اوف، فاجأت حارس المرمى بهذه التصويب. احنا ليش نقوي تصويبنا من بعيد؟ عشان هذه الاهداف يا ولد. هدف تعادل، ها اوب الحمد لله، ثلاثة اهداف نظيفه وذلك بعد مرور 76 كره. يا حبيبي جول، الله 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 جول. اوف 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 اوف، يا مصطفى اي اي اي، استمتعنا بالاهداف، امتعنا بالاهداف يا ولد. شوف شوف التمريرات، تمريرات خرافيه، فكينا الدفاع الصراحه، وهذه تفكيك الدفاع يعجبني. واضحه هذه المباراه بدايه العوده ان شاء الله. تقييمي 8.6 بهذا اللقاء، شيء اسطوري، هدفين سجلت، اعتبرها مباراه خرافيه ما شاء الله. يلا يلا، هات هات الثلاث نقاط، خلاص انتهت المباراه، سجلت هدفين وهدف صنعته، ما اعتقد ما اتذكر والله الهدف اللي صنعته، لكن الحمد لله انه طلعنا بثلاث نقاط. هداف الدوري الايطالي اعتقد بسهوله راح يكون انا هداف الدوري الايطالي، لكن همنا دوري ابطال اوروبا وترتيبنا بالدوري الايطالي، مو التهديف يا شباب بس، اريد لقب الدوري طبعا، افضل لاعب المباراه، اكثر من مباراه جاي يكون انا الافضل. طبعا بالنسبه للاستثمارات انا مستمر يا شباب، مباراه كلوب بروج احنا بشهر اكتوبر، واحنا حاليا بالمركز الثاني، فوزنا راح يخلينا ناخذ الصداره ان شاء الله، هذه الجوله الثالثه. نقدر نطلب زياده الراتب الى 220,000 دولار، لكن لازم نوصل طاقتنا الى 89، حاليا صعب جدا هذه الطاقه. يلا يا رب نروح للمباراة. شباب ايش رايكم نسوي اعادة طاقة كاملة ونرفع الطاقة الى 89، نستغني على التصويب من بعيد وهذه الامور، يعني نرفع التمرير ونسوي هذه الطاقات متوازنة، او نبقى على هذا الحال نبقى بطاقة هذه ضعيفة لكن اللاعب قوي، اذا ازيد الطاقة يضعف اللاعب، يعني قوي التمرير، وصح راح ترتفع الطاقة العامة لكن راح ناخذ من التصويب، والتصويب راح يضعف. سدد 3 تسديدات على المرمى، مباراة دوري ابطال ان شاء الله سجل، واريد اكون هداف لهذه البطولة. سؤال شباب، كم هدف سجلت الموسم اللي راح بدوري ابطال اوروبا؟ اللي يتذكر خليه يكتب لي بالتعليقات، وبعد اللي ناسي اللايك انا ذكرك يا صديقي، اضغط لايك لا تنسى. يلا كيزا يلا، حلوة شوت يا ولد، شوت من البداية، يا سلام، هدف اول 1-0، حلوة حلوة حلوة، ما كنت صانع لهذا الهدف لكن تسجيل هدف جدا ممتاز في هذه الدقائق الاولى. شوف 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 يا ولد يا ولد يا ولد، حلو الانهاء، حلو حلوة حلوة. حلوة اسيست،
يلا لا لا كيزا لا اسست يا كيزا حلوة لا يا الله جانت اسستات بس ما جاي تكتمل والله لا يا مصطفى لا كانت خطيرة والله حلوة حلوة حلو الدبل كيك فاول حكم اوكي شباب واحد يقطع ابو اعتقد قبله كانت فاول يا حكم واحدة انتوا تخلونا غصب يسجل شوط اول 2-1 راح نخرج من دوري الابطال حلوه يا عمري دائما لما اخرج نسجل يا شباب هذا دليل على انه جاي يسحب مدافع وياي جاي ينفتح الدفاع يتلخبط الدفاع لما اطلع من منطقه الجزاء معرض للاستبدال ليش 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 يا مدرب ليش على مود التقييم على مود التقييم واجب التقييم عالي وانا شالي والله حاولت يعني الله ستر لا تطلعني ارجوك الله ياخذك يا رب نفوز يا رب يا رب يا رب تعادل 3-3 يا الله والله مشكلة صار عندنا 5 نقاط بدوري أبطال أوروبا زعلان المدرب بيزيا 9 نقاط احنا 13 نقطة احنا حاليا بالمركز 10 بالدوري الإيطالي مباراة خارج ملعبنا يا رب يا رب نفوز الدوري الإيطالي صعب والله ما كنت أظن انه راح ناخذ الدوري الإيطالي بسهولة يعني هذه مباريات مباشرة راح نمشيها طلعنا نعاني يا شباب والله حلوة يا سلام يلا هي يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري على الجول الله عليك يا ولد 1-0 يا انا مو اسجل وترجعون تلقمون رجاء لا احد يلقم جول يا ولد يا مصطفى يا مرعب يا خرافي شوف 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 شوف, شوف التمريره والله التمريره رهيبه وهدف على الطاير روح يا حبيبي روح هدف على طريقه ابراهيموفيتش يا ولد بعد هي الله شلون جابها الحارس هذي جول با 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 جول والله شفت الحارس شوي رايح على اليمين قلت الا صوبها على اليسار العفو يا شباب اوف اوف اوف, أوف, أوف يسار المرمى هنا الكرة الحارس كان شوي مثل ما تشوفون رايح زايد على يسار المرمى ساد زاويته زيادة عن اللزوم قلت خلا صوب خلا اطلق الصاروخ شوف التصويب يا عمري على الجول يا رهيب حلوة روح لا لا الهاتريك هذه كرة الهاتريك يا ولد والله حارسهم جاي يجيب العيد جاي يتقدم شوي يا سلام حلو مصطفى روح 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 هجمة مرتدة ارجع لي يا ولد يا مصطفى يلا حلوة تعال تقرب انت شلون توصل لك الكرة خلاص انتهت المباراة فزنا يا شباب 2-0 لكن ما سجلت هاتريك افضل لاعب بالمباراة كالعادة نابولي 16 واحنا 16 حاليا احنا بالمركز السابع لا تنسون انه انا هداف الدوري 14 هدف بالدوري الايطالي يلا ودنا نفوز على نابولي شباب التركيز على المباراة هذه والاستمرار بانتصارات بالدوري ما شاء الله الاداء حاليا حلو خطير 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 دير بالكم دفاع حلوة يا سلام يا ولد اسست يا عمري يا عمري اسست 1-0 نتقدم جيد على نابولي فوز مهم جدا اذا جبناه مررت له الكره بمكان رهيب حطها بالجول بس حلوه والله عدت اسست ثاني اسست ثاني يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري جول 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 استمتعوا بالاسستات يا حبيبي استمتع بالاسستات كولوزوفسكي يا شباب هذا الهدف الثاني إله يا ولد وثاني اسست بعد نفس المباراة هدفين اصنع لهذا اللاعب لا لا حلو حلو الدفاع حلو جول هي إلي انا اختمها انا اختمها يا سلام مصطفى هدف واسستين بهذه المباراة على نابولي يا ولد والله بدينا نحمي يظهر الأصح التفاهم صار مضبوط ورهيب بين اللاعبين وأنا واحد منهم خلاص انتهت المباراة 3-0 هدف واسستين 3 نقاط ماشيين صح بالدوري حاليا والله ما ودي انتقد المدرب بس يلا خلنا ننتقده شوي ما يمنع يلا يعني يرفع المتفرد يا شباب كل ما بيجي يرفع عن المتفرد اوكي مباراة لازيو احنا بالمركز الخامس لازيو قدامنا بالنقاط طبعا احنا 19 نقطة والمتصدر هو لازيو 24 نقطة فوزنا عليهم يا شباب راح يقربنا يا حبيبي جاي نسوي ريمونتادا بالدوري شباب ضد المتصدر يعني الخسارة ممنوعة ها يلا ان شاء الله ان شاء الله ما نخسر روح انت على الطرف روح يا سلام حلوة تقدر ترجع لي
تقدر تحطها بالجول يا مصطفى. اي 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 تقدر تقدر يا حبيبي بخارج القدم، كرة صاروخية يا عمري يا عمري يا عمري. هي الكرة بيها مهارة اكثر من انها صاروخية. بالدقيقة الثالثة هدف اول وخارج ملعبنا. تألق مو طبيعي بهذه المباريات يا شباب، ما شاء الله على مصطفى. شوف 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 بخارج القدم يوه على الجول يا رهيب خرافي يا ولد. حلوة حلوة. لا يا حبيبي ارجع لي ارجع لي، انا اللي صار لي ساعه اراوغ والعب بالمنطقه، تالي تتركني وحدي. مصطفى جول جول. لا 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 ما جيت بشي وياي والله. يا الله والله لاعبها صح. حلوه هذه هذه. خلاص خلاص يا حبيبي خلاص يا عمري. يا سلام على الجول. هدف ثاني 2-0. والله مجنون مجنون مصطفى يا شباب. اهداف من كل طريقه جاي نسجل، شيء اسطوري. لكن اريد نسجل هاتريك، بقالنا جول. شوف هنا انا اخذت المساحه الفاضيه وروح مباشره. الله الله الله. شوف يعني شفت الحارس. يا سلام يا سلام على الجول. يعني كل هذه الطاقة والإنهاء القوي على الفاضي، لا أكيد لازم نستغله بأهداف خرافية. 17 هدف ب11 مباراة بالدوري الإيطالي لحد الآن عندي. خلاص انتهت المباراة، فزنا على لازيو، خلصنا الفارق ويا المتصدر. خلينا نشوف منو حاليا بالصدارة. مباراة الأبطال ضد كلوب بروج المتصدر، والفرق نقطتين بيننا وبينهم. يا رب ما نتعثر. خلاص احنا ولا هزيمة لحد الآن طبعا بدوري أبطال أوروبا، لكن تعادلين وانتصار واحد عندنا بس. كناس مسجلة 7 و5 أهداف، أنا كم مسجل؟ أنا عندي هدفين بس بالأبطال شباب. لا والله لازم أسجل. يلا إن شاء الله هذه مباراتي. سجل 5 أهداف بآخر 3 مباريات. وين دور الأبطال؟ ليش مكتوب هدفين؟ قصدون ويا الدوري يعني؟ يمكن ويا الدوري يا شباب. أوف 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 أوف. الله 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 الله. جت مباراة ملعب الفيلا بارك. الهدف الأول. حلوة. اضرب. اسست يا عمري اسست. جاي يسوي يسوي شو شو شنو هالتصرفات يا ولد؟ سجله خلاص. والله انا اشوفها حركه غريبه عجيبه. شو 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 شنو هاي الحركه؟ وش هذه؟ عبالة الكره على راسه، خلها تنزل واضربها يا ولد، اضربها بالجول. خلاص اسست ثالث اسست انطي لهذا اللاعب. انطلاقه ممتازه من جانب اليوفنتوس. اي لا تغير اتجاهها. يا الله كانت ممكنه. الله با. اوف 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 يا كيزا. اوف عمل رائع. خلاص خلاص يا عمري خلاص. والله مليت وانا اريد اسجل هذا الجول. جيب لي هذا الجول يا حبيبي جيبه. اوف 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 اوف. شوف 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 شوف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بوم. يا الله على الجول. اي يا حبيبي اي، حطها بالجول يا مصطفى حطها. خلاص انتهت المباراه. المهم فزنا، تصويبه وهدف خرافي كان بهذه المباراه وبدوري ابطال اوروبا وبمباراه روما. فرق نقطتين عنهم واحنا بالمركز الخامس حاليا. فرق على المتصدر 4 نقاط يا شباب. اي سي ميلان بالصداره. روما عندهم ابراهام وكريزمان وديبالا. اوف غوندوزي. والله يا شباب التشكيله حيل حيل رهيبه. يلا خلينا ندخل المباراه. يلا 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 يلا. هدف اول. 1-0 على روما. يا سلام يا وحش يا متوحش. اسطوري يا ولد اسطوري. شوفونا الاعاده شوفونا شوفونا شوفونا. البحث عن المساحه الفارغه. يا سلام بوم. لا 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 شباب شباب، يعني تطلع من الحارس وتروح مباشره على راس هذا. ديبالا هدف التعادل. ديبالا يحتفل على فريقك السابق يا ولد. حلوه حلوه. يلا يلا شوت شوت يا ولد شوت. الهدف مفتوح. عاطفيه حقيقه يحتاج الى تركيز كبير، يحاول ان يفصل بين مشاعره. يا ولد الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد. جول 2-1. الي دور كان بهذه الكره يا شباب. شوف شوف شوف. يا سلام حلوه التمريرات والله. ربع ساعه على نهايه اللقاء. روح روحك يا زلمه روح يا ولد روح. سيء سيء سيء. روح على الركنيه. خلاص انتهت. اوكي انتهت المباراه. جيد 2-1. تحسن رهيب يا شباب من بعد 3 هزائم بالدوري لحد الان. الاداء خرافي ما شاء الله. اوكي عندنا مباريات وديه. اوكي شباب وصلت للليفل 34 ونشوف اكو ليفل 35 وهذا الامر مبشر. والله اذا تسالوني شنو اريد اطور، اريد اطور الرئيسيات يا شباب. نزيدها شويه صارت 80 عندنا. اذا ننطي هنا وحده حلوه، خلينا وحده هنا. اخير وحده صار عندنا 88 يا شباب الرئيسيات. اشوف التصويب عندي خرافي ما شاء الله صار.
نقاط. بطاقة اللاعب حاليا 88، ممتاز. عندنا مباراة ضد كالياري، حاليا الفرق 4 نقاط على اس ميلان، بعد الفرق الفوز مهم والاستمرار بالانتصارات هذا مهم جدا يا شباب. اوكي جتنا ضربة حرة واريد اصوبها، يلا يا مصطفى فرصتك. بهذا الشكل تصويبة قوية ممكن تروح جول، يلا يا رب. شلون جابها يا الله، شوف التصويبة، التصويبة كانت نار 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 نار، اوف اوف اوف، بس ما التفت بالشكل المطلوب تدرون، شوف بعيدة على الجدار، المفروض اقربها بعد شوية. اوف جابها الحارس والله، يلا. لا يا مصطفى لا لا، سجل جاي تضيع. هذه جول، دخلي خلاص، دخلي يا ولد دخلي، دقيقة 13 نسجل أول هدف لنا، جيد. بس تصويبتي كانت نار يا ولد، شوف 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 شوف، وبوم، حارس ما قدر يجيبها، العارضة هي اللي صدتها والتكملة حلوة بالشباك، تقدمنا بالنتيجة. كيزا 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 كيزا، مصطفى جول يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، هدف ثاني مباشرة، وأسجل يا حبيبي أسجل، كل مرة أسجل يا رهيب يا أسطوري يا متوحش. هذه الصورة أحلى واحدة أخذها، 19 هدف ب13 مباراة، إحصائية مجنونة والله. أوف 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 أوف، شوت 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 شوت، سجل، لا لا فاول عليك يا ولد، يا الله على هذه التصويبات خرافية يا ولد. لا 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 يا شباب لا، 2-1. لا لا لا، دخلي يا الله. اوهو بالدقيقة 72، يا الله تعادل، رجعوا بالنتيجة، كالياري وعلى ملعبنا وامام جمهورنا، لازم اركز، خل افوز فريقي. لعب ذاك، لعب له، سجل ارجوك ارجوك يا ولد، سجل، طلعنا بالتعادل. لا يا شباب لا لا لا، تقدمنا بالشوط الاول والشوط الثاني عادلونا، كرتين عندي بالعارضة بهذه المباراة، مباراة صعبة كانت. يلا مباراة الابطال واخر جولة صح؟ لا والله بعد جولتين، اوكي احنا بشهر نوفمبر بعدنا، حاليا احنا بالصدارة، فوزنا راح يخلينا نستمر بالصدارة. انا ثاني اقوى طاقة بالفريق بعد كيزا يا شباب، بس بعدني صغير، عمري يمكن 20 سنة 21 سنة، فاللاعب صغير بعده. يلا مباراة ابطال، مباراة جديدة، بعدها المباراة اشوف كم هدف عندي بدوري ابطال اوروبا، خلينا نتأكد. حلوة، لا ما وصلت يا الله. لحظة بلحظة ما يحدث في بقية المباريات. يلا يلا يلا، اسست 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 اسست، يا سلام، 1-0 نتقدم. حلو بوكبا والله، بوكبا ما ادري كل مباراة جاي شارك له، بس هذه رقم 10 لاعبين غريب عجيب، اقترحوا لي يا شباب رقم، بما انه بوكبا بعد هو رقم 10 اقترحوا لي رقم، رقم 9 هل عنده احد؟ لو ما عنده احد، اذا ما عنده احد ممكن اخذ رقم 9 الصراحة. تياغو الكانتارا وصلت الى شوان. اوف اوف اوف، الله ستر، صفر انهي المباراه، انتهت المباراه 1-0، فزنا بس فرص قليله، والمهم انا صنعت الهدف. مباراه فيورنتينا وبوبو متعادلين بالنقاط، هم مركز ثالث احنا مركز ثاني، واس ميلان بعدهم بالصداره وحدهم. اليانز ستاديوم ملعب يوفنتوس، يلا يا رب نفوز مباراه على ملعبنا، نستمر بانتصارات بالدوري، مباراه صعبه، فيورنتينا جاي تنافس. يا سلام، يلا يا بوبو، هي مصطفى يا عمري يا عمري على الجول، هدف اول 1-0، جيد جيد جيد، خلينا ننتصر بالدوري. شكرا بقبع على التمريرة، يا سلام مصطفى بالقدم اليسار، حطها بالجول يا ولد، حطها بالجول، الله عليك يا رهيب مصطفى، سجل لنا هذه الكرة، نريدها جول. وغضب بسبب محاولات اصحاب الارض، هي لا عالية يا الله، هذه جول، شلون شلون جابها الحارس، يا سلام، يلا بقبو بقبو يا عمري على الجول، قنبلة، يا سلام يا بقبو يا سلام، 2-0، جيد والله، استلام وتصويب اللاعب وحده، شاط صاروخ لا يصد ولا يرد يا حبيبي، شوف شوف شوف، بوم، قنبلة يا ولد قنبلة، حلوة هذه لي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأقدام، صاروخ لا يصد ولا يرد، أرد على بقبة، أرد على بقبة بهذا الجول، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بوم، قنبلة 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 قنبلة، ما تجيبها يا حارس، ما تجيبها، مستحيلة مستحيلة،
اوف يا مصطفى، اوف يا مجنون. اي يا شباب، اي هذه الاهداف. اوكي اعتقد راح اطلب تغيير يا شباب، ايش رايكم اطلب تغيير اخلي اللاعب يرتاح شوي بما اني سجلت هدفين؟ يعني طلب الاستبدال امتى راح يبدلني؟ لما تخرج الكره الدقيقه 81 امتى راح تخرج؟ شباب ممكن تضغطون عليه خل تخرج الكره بسرعه. خلاص طلع لي المدرب. 5-2 تنتهي المباراه. اوف والله نتيجه رهيبه. فالاهوفيتش هو اللي نزل بدالي. المرشحين لافضل لاعب في العالم، لا والله ظلم يا شباب، ما موجود انا ضمن افضل لاعب في العالم. منو؟ لو تارو هو اللي موجود اتوقع هو اللي راح ياخذها. للاسف انا ما موجود، لو تارو وياي كان نادي اتلتيكو مدريد لما كنا نلعب اتلتيكو مدريد وجبنا دوري ابطال اوروبا. سيتشيك، مبابي، ماني، ولو تارو مارتينيز. اكتبوا لي شباب بالتعليقات متى توقعون ياخذ افضل لاعب، وحطوا لايك. ليش ناسي اللايك لحد الان؟ حط لايك يا صديقي. ميلان بعدهم جاي ينتصرون، مستمرين بالانتصارات. هسه بارما، بما انه انا ما مرشح افضل لاعب بالعالم يا شباب راح اختم مقطع اليوم. مقطع الجاي راح نمشي اسرع ان شاء الله. اليوم مشينا ما شاء الله كميه مباريات خرافيه، وكالعاده ما راح نسوي سكبات بعد، راح تكون اختصارات بوقت المباراة نفسها. بس قبل ما اختم كتبوا لي بالتعليقات تحبون اشيل كل الميزات اللي خالها انا وارجع اسويهم من جديد، النقاط يا شباب، نقاط المهارة كلها، ونرجع نخلي من جديد. اذا تحبون هذا الشيء كتبوا تعليقات او حطوا لايكات على التعليق اللي يقول سوي هذا الشيء. انا بالنسبة لي اشوف اللاعب اسطوري خاصة بالتصويب من بعيد، فانا عاجبني اللاعب هذا الشكل ممتاز، طاقة 88 ترى خرافية. بس اللايك والاشتراك تنبيه. شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.